أعزائي طلبة طلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 28 من برنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا النهاردة مستر محمد منصور، واللي هيشرح لنا يونت 15. الجرامر بتاعها بيقول إيه يا مستر؟ ديدكشن، الاستنتاج. صباح الخير، جود مورنينج مستر احمد، جود مورنينج دكتوره فاتن. صباح الخير مستر. صباح الخير اولادنا وبناتنا طلاب الثانويه العامه. ان شاء الله النهارده عندنا درس محترم جدا، درس مهم، يا ريت الطلبه تركز معنا فيه. الدرس بعنوان الديدكشن الاستنتاج. الدرس كله بيعتمد على الفهم، ما هوش عايز حفظ خالص، محتاج طالب يفهم الجمله بيبدا يستنتج المعلومه منها. هل هو الشيء ده مؤكد ولا الشيء ده محتمل ولا الشيء ده مستحيل انه يحصل ولا يمكن؟ لو انت مركز كويس فيه هتبدا تحل الامثله بتاعتك بهدوء. الدرس ده ناكد تاني، الدرس ده understanding، فهم. الدرس ده عايز طالب بيفهم بهدوء. ان شاء الله هنعرض الدرس بشكل مبسط، ان شاء الله يعجبكم. اتفضل يا مستر. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Good morning, my dear students. صباح الخير طلابنا الأعزاء. Good morning, Mr. Ahmed. Good morning, دكتورة فاتن. Good morning, our English teachers around Egypt. صباح الخير على كل مدرسين مصر في كل أنحاء الجمهورية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على Grammar Unit 15، Grammar الوحدة الـ 15. خلاص فاضل 3 units، 3 وحدات، والمنهج يبدأ ينتهي. اليونت ده من اليونتس البسيطة الحلوة اللي الطالب هيبقى مستمتع جدا وهو بيحل. عايزك ما تبقاش حاطط على نفسك لود كبير، عايزك تعرف ان الدرس ده فيه منه بوينتس كتير بتيجي في امتحانات ثانويه عامه. تبدا انت تهدى كده، تاخد النقط اللي انا هبدا اشرحها وتبدا تطبق عليها، واهم حاجه انك تطبق في نفس اليوم اللي بتسمع فيه الشرح. لان انت لو بتطبق في نفس اليوم اللي بتسمع فيه الشرح انت بتبقى لسه المعلومه حاضره معاك. لو انت سبته لتاني يوم او لتالت يوم بيبقى جزء كبير منها انت فقدته بفعل الاسترس، الضغوط اللي عليك وانت بره وبتذاكر مواد تانية. فانت محتاج انك تاخد كل درس لوحده، تحل عليه، تحط كل حاجه في فولدرز كده في دماغك، هتلاقي الامور بقت تمام. بمجرد ما بتبدا الريفيجن المراجعه بتلاقي المعلومه ثابته معاك حوالي 80-90%. ولو المعلومه مش مظبوطه معاك تابع الحلقات بتاعتنا تاني على الفيسبوك، على صفحه مدرس على الهوا، او على اليوتيوب على قناه الصحه والجمال، برنامج مدرس على الهوا، مستر احمد سعيد، دكتوره فاتن عرفه، او هتكتب محمد منصور مدرس على الهوا، ان شاء الله يطلع لك الحلقات بتاعتنا. معانا كوكبه كبيره جدا من افضل مدرسين اللغه الانجليزيه على مستوى الجمهوريه، بيشرحوا لك المنهج كامل في اليونتس كامله. احنا النهارده الحلقه رقم 28، في 27 ايبيسودز، 27 حلقه بتشرحوا قبل كده، مشروحين المنهج بكل هدوء، ومعاهم التشابترز بتاعت القصه بتاعت الستوري، وكان في حصص للترجمه، وكان في حصص للباراجراف، وكان في حصه كمان للديالوج. معانا مدرسين محترمين قوي موصلين لك المعلومه بشكل بسيط. اتمنى الطلبه بتوعنا يركزوا معايا دلوقتي، وان شاء الله تكون حصه بسيطه. هنتكلم النهارده على يونت 15 بعنوان ديدكشن الاستنتاج. يعني ايه استنتاج؟ يعني هديك معلومه وحضرتك هيبقى مطلوب منك انك انت تستنتج هل المعلومة دي مؤكد انها بتحصل ولا محتمل ولا مستحيل انها تحصل. بمجرد ما هتفهم معايا الجزء ده هبدا اتكلم معاك على الديدكشن ان ذا باست، الاستنتاج في الماضي. هل المعلومة دي حصلت ولا محتمل انها حصلت ولا لا يمكن تكون حصلت؟ نفهم دول، بعد كده نروح على الريجريت، الندم، ازاي تعبر عن الندم، وازاي تو بليم سام وان، ازاي تلوم على شخص على حاجة كان المفروض ان هو يعملها واللي هو ما عملهاش. دي الايمز، الاهداف بتاعتنا من الابيسود بتاعتنا النهارده، من الحلقه بتاعتنا النهارده. لو ركزت فيها قوي ان شاء الله تكون الاستفاده بتاعتك عاليه. مبدئيا الديدكشن الاستنتاج. اولا انا عندي ثلاث استخدامات في الاستنتاج، عندي ماست، وعندي مايت، وعندي كانت. والثلاثه بستخدمهم في ديدكشن. بمجرد ما بكتب كلمة must، أي طالب بتبدأ على طول يخطر في باله must obligation and necessity، إلزام وضرورة. فكلمة must بمعنى يجب، واتكلمنا الخمس حالات بتوعها، الwarm invitation والrules والself obligation، وإن أنا كمان بستخدمها للتعبير عن annoyed، لما تبقى أنت annoyed من something، من أي شيء،
والفرق بينها وبين هاف تو اللي فكر في الحاجات دي كلها اقول له اهدى بقى كده خالص وتعالى اسمع معانا عشان هتعرف ان في فرق كبير بين الاوبليجيشن والنسيستي اللي انت خدته في يونت 14 والدرس بتاعنا النهارده بتاع الديدكشن الاستنتاج. انا لما اقول سيد has 3 villas and a helicopter وجاب لي he rich وقال لي must be can't be might be وقال لي must have. اتفقنا درسنا النهارده بعنوان الديدكشن. لازم يكون عندك some information بعض المعلومات اللي موجوده في الجمله نرتب عليها نتيجه اللي هتبدا بقى تخدمك وانت بتحل. وحضرتك اكد معايا هل انا متاكد من المعلومه ولا عندي some doubt بعض الشكوك اللي موجوده اللي انا هبدا استخدمها ولا انا متاكد I'm sure that ان الشيء اللي انا بتكلم فيه ده عمره ما حصل او عمره ما هيحصل. تعال نشوف. انا بقول سيد هاد 3 فيلاز، سيد عنده 3 فيلا ما شاء الله عند هليكوبتر وعنده طياره هليكوبتر. يبقى الراجل ده انا مش عارف بس هو اكيد قاعد في شبرا. اكيد يعني الراجل ده اكيد قاعد في شبرا عنده 3 فيلا وعنده طياره هليكوبتر ده ما شاء الله عليه. هو بيكون غني اكيد ولا لا يمكن ولا احتمال ولا مست هاف الغريبه كده اللي انا اصلا حاسسها مش مظبوطه. ايه اللي خلى مست هاف مش مظبوطه معايا؟ بمجرد ما بقول سيد عنده 3 فيلاز اند هليكوبتر بصيت في الشق الثاني لقيت كلمه ريتش. ريتش يعني ايه؟ غني. ريتش دي ادجكتيف. مست هاف بات اوت مست هاف بالنسبه لي بره. خلاص بقى الاجابه بالنسبه لي مست بي يا كانت بي يا اما مايت بي. وما انساش ان ريتش صفه والادجكتيف غالبا بيبقى جاي قبلها فيرب تو بي. فانا هشتغل على ماست بي او كانت بي او ماي بي. فانا بقول سيد عنده 3 فيلات وعنده طياره هليكوبتر يبقى هو اكيد اكيد راجل غني ولا محتمل ولا لا يمكن. لا اكيد طبعا اكيد ناكد بقى في الترانسليشن في الترجمه بتاعتنا كده ماست بي يعني مؤكد ان كانت بي مستحيل ان لا يمكن مايت بي من المحتمل من المحتمل ان ربما. الجمله ما فيهاش شك 3 فيلاز عنده طياره هليكوبتر خلاص الاجابه بتاعتي must be rich. طب ايه اللي خلى حضرتك يا مستر تقول لي الاجابه بتاعتك must be؟ الدلائل اللي موجوده عندي في الجمله خلتني بقيت I'm sure. يعني ايه I'm sure؟ متاكد. انا متاكد جدا I'm certain متاكد برضه متاكد. الجمله هنا معناها ان it's definite ده شيء مؤكد definitely قضي الامر خلاص بقى قضي الامر بالنسبه لي. انا عندي دلائل ان الراجل ده rich انه غني خلاص بقى الموضوع بالنسبه لي كده. فانا بمجرد ما بيوصلني الشعور او مش بس شعور بيبقى عندي براهين موجوده في الجمله some proofs موجوده عندك هنا ان انت متاكد من المعلومه خلاص هتشتغل على must be. لو انت شاكك بقى هتبدا تروح لكلمه might be. لو انت متاكد برضو خلي بالك ان انا ممكن اشتغل على I'm sure I'm certain it's definite definitely متأكد بس في حالة النيجيشن حالة النفي بستخدم فيها كلمة can't be اللي هي مستحيل أن. ممكن ألاقي كمان مع can't be it's impossible. يعني it's impossible مستحيل مستحيل إن ده يحصل. خلاص بقيت أنا متأكد إن الحاجة دي ما بتحصلش. يبقى أنا بمجرد ما بشوف I'm sure I'm certain it's definite definitely certainly I'm sure خلاص الحاجات دي خلاص أساسية أنا بشتغل على must أو can't. مش هقول must بس حالة النفي والإثبات. اما لو انا لقيت في الجمله بقى possibly perhaps perhaps it's probable it's probable that لو لقيت في الجمله كمان كلمه probably فيها اهم واحده فيهم كلهم I'm not sure انا لست متاكد I don't know انا لا اعرف هل I don't know هلاقي I'm not sure هلاقي possibly هلاقي it's possible. الحاجات دي كلها تدل ان هنا ما عنديش معلومه مؤكده. هنا في شك موجود عندي انا قلقان وانا بجاوب ماناش واثق 100% خلاص هشتغل على كلمه might be. ناكد على اولادنا
ان لو انا متاكد هي must. must plus infinitive. لو انا شاكك might plus infinitive. لو انا متاكد ان لا ومستحيل بقول can't plus infinitive. can't والمصدر. might ممكن ما الاقيش في التشويسز في الاختيارات might في الامتحان. ممكن الاقي في الامتحان may. ممكن الاقي في الامتحان could. لو انت لقيت في الامتحان may او could ما تتخضش. may او could ممكن يكونوا بدائل لكلمه might. ما عنديش اي مشكله فيها. طب نشوف كده some examples بعض الامثله اللي بتبين الكلام اللي احنا قلناه. جاب لي مثال وقال لي علي علي is in Paris. علي موجود in Paris في باريس. يبقى he attend my party today. must can't might shouldn't. في الاكزامبل المثال اللي معايا علي بيكون في باريس. هو ايه؟ هيحضر الحفلة بتاعتي today النهاردة. انا هنا بستخدم deduction استنتاج. الراجل ده مش موجود اصلا في مصر. ده في باريس. ده في باريس يعني هيحضر ازاي الحفلة بتاعتي؟ فانا الموضوع بقى بالنسبة لي مؤكد انه هيحضر، مستحيل انه هيحضر، ولا احتمال يحضر، ولا shouldn't. shouldn't هنا بستخدمها في حالة الادفايس، في حالة النصيحة. ملاش اي علاقة خالص بالجملة. يبقى الاجابة بتاعتي هستخدم هنا كلمة can't attend my party today. هو مش هيحضر الحفله بتاعتي. لو استبدلنا علي وخليناه سيد اللي عنده هليكوبتر ممكن اللي عنده هليكوبتر بس برضه هليكوبتر هيجي من باريس برضه لمصر هتبقى الموضوع برضه. او لما يكون ماي فوزر او ماي موزر فاكيد هتيجي وتروح. اكيد هيجي عشان يحضر عيد ميلادي، مش معقول هيسيبني يعني في يوم زي ده يعني. بس على حسب برضه اسعار التيكتس في وقتها هتبقى عامله ازاي، او على حسب هو قاعد بيعمل ايه. ما في ثلاثة فيلا ثري فيلاز طبعا يبقى اكيد هيجي. هنا طبعا علي از ان باريس يبقى هي كانت اتند ماي بارتي توداي. جاب لي جمله ثانيه وقال لي ام نوت شور. انا لست متاكدا. ام نوت شور علي وقال لي ماي ويدنج next Friday. وقال لي must attend might attend can't attend my wedding next Friday. انا لست متاكدا ان علي هيحضر حفل الزفاف بتاعي next Friday الجمعة الجاية. خلاص I'm not sure. الموضوع قولا واحدا I'm not sure يبقى في كلمة might. ومع ذلك في بعض الطلبة بيهيئ لها ان انا لما خدت I'm sure في الجملة الاولى اخترت must. لكن لما لقيت I'm not sure دخلت not قبل sure كده انت بتجيب بقى النفي. بقى كده يبقى النفي بتاع كلمة must هو كلمة مين؟ can't اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شوية اللي هو ممنوع طبعا. مستحيل اوعى تقع الغلطه دي. يعني الغلطه دي طلبه كتير جدا بيقعوا فيها، ان بمجرد ما بيلاقي ام شور يقول لي ماست، يلاقي ام نوت شور يقول لي كانت. اقول له لا دي مالهاش علاقه بدي. ام نوت شور هنا بتدل انك انت مش واثق من المعلومه، انت ما عندكش معلومه، انت هنا في probability في احتماليه كبيره انها تحصل او ما تحصلش. فالاجابه بتاعتي هنا هتبقى كلمه might attend. لقطه كمان برضو من ضمن الحاجات اللي الطلبه بتغلط فيها، يقول لي عبد الله arrives early arrives early. يبقى he a car must be can't be might be must have. وقال لي اختار. في المثال ده عبد الله بيصل مبكرا دائما كل يوم. عبد الله بيجي بدري.
يبقى هي وسبيس أكار. واحد يقول لي بيجي دايما بدري، خلاص يبقى انا الاجابه بتاعتي ايه؟ هستخدم كلمه ماست، ماست بي. واحد تاني يقول لي لا انا شاكك شويه، ما ممكن يكون بيجي بالمترو، ممكن يكون بيته قريب، خلاص انا هختار كلمه مايت. ويختار الطالب كلمه مايت ويطلع من الامتحان واثق 100% ان اجابته صح. اقول له طب تعالى بس بالراحه، انا عايزك تتعلم حاجه واحده، بعد ما تختار الاختيار بتاعك لازم تترجم الجمله. عبد الله بيصل مبكرا، هو احتمال يكون عربيه؟ عبد الله هيبقى عربيه ازاي؟ يمتلك عربيه. اكيد يمتلك سياره، ما ينفعش عبد الله يبقى هو عربيه، والا في الحاله دي بقى يبقى بنتين وحاجات غريبه كده تانية. يبقى الاجابه بتاعتي هتكون ماست هاف ا كار. وده معلومه للطلبه برضو، الدرس بتاعنا بتاع الديدكشن اسمه ماست بلس انفينيتيف، كانت بلس انفينيتيف، مايت بلس انفينيتيف، ماست والمصدر، كانت والمصدر، مايت والمصدر، ما اسموش ماست بي وكانت بي ومايت بي، لان غالبيه الطلبه فاكره انك بتختار ماست بي على طول، كانت بي على طول، مايت بي. لا يا حبيبي، ممكن تختار ماست اي فيرب على حسب المينينج بتاع الجمله، انت هتستخدم ايه؟ يبقى الاجابه بتاعتك عبد الله arrives early، يبقى هي ماست هاف ا كار، اكيد عنده عربيه، مفيش اي حاجه تانية اصلا تنفع، الباقيين كلهم اوت، خارجيا مش معايا. طيب ايه كمان ممكن استخدمه في حاله الديدكشن الاستنتاج بتاعي؟ جاب لي جمله وقال لي كاماتشو scores many goals. كاماتشو بيسجل اهداف كتير جدا، يبقى هي talented، موهوب. must have، must be، can't be، mustn't be. نأكد على أولادنا الديدكشن الاستنتاج must plus infinitive، can't plus infinitive، might plus infinitive. ما عنديش mustn't خالص، mustn't مش موجودة في الدرس بتاعنا عشان الطلبة ما دخلش الدنيا مع بعضها، mustn't مش موجودة في أي ديدكشن معايا، يبقى الاستنتاج بتاعي ده out، مش موجود. انا بقول كاماتشو بيسجل اهداف كتير، يبقى هو ايه؟ talented. what is the meaning of talented؟ talented يعني موهوب. الولد ده بيسجل اهداف كتير برجله الشمال، يبقى هو اكيد موهوب. خلاص يبقى انا عندي الاجابه يا must have يا must be. نركز تاني بعد النقط. talented، ولد يقول لي ايوه talented اخرها اي دي، يبقى past participle، يبقى تصريف ثالث، فيختار كلمه مين؟ must have. اقول له بس تعالى يعني كاماتشو بيسجل اهداف كتير، يبقى هو اكيد عنده موهوب؟ لا، انت هتقول لي اكيد عنده موهبه، لكن talented اللي هناك دي adjective، دي صفه، وكلنا عارفين ان عندنا some adjectives، بعض الصفات اللي هي ending in ed وsome adjectives ending in ing، الصفه اللي اخرها ed اللي بيبقى الشخص بيتمتع بيها، بيشعر بيها. لما اقول لك I'm talented، انا موهوب، انا اتمتع بموهبه، او هو بيتمتع بموهبه، خلاص. I'm bored، انا النهارده بشعر بالملل، انا اللي حاسس. لكن لما اقول علي از بورينج، علي هو اللي مسبب للملل، وملهاش علاقه بين ان ده عاقل او غير عاقل. الادجكتيف اللي اخرها اي دي بيصف الشخص، هو اللي بيحس بالحاجه. رامي از فرايتند، رامي خايف. all people hate رامي، كل الناس بتكره رامي، بيكوز رامي از فرايتند ولا فرايتنينج؟ frightening، الناس ما بتحبوش لانه خايف ولا مخيف؟ مخيف. مخيف، يبقى frightening، مالهاش علاقة هو عاقل ولا غير عاقل. ميسي is an exciting player، هو لعيب مثير، هو اللي بيسبب لنا الإثارة. محمد صلاح is an exciting player، لعيب مثير. ولما كلنا بنتفرج على محمد صلاح we become excited، من آخرها إيدي. فاللقطة دي عشان الطالب اللي فاكر عشان هي آخرها إيدي فبيقول لي ان ده باست بارتيسيبل، لا ده مش باست بارتيسيبل، دي ادجكتيف، دي صفه. وطالما صفه يبقى انا هشتغل على الجزء بتاع فيرب تو بي، عندي ماست بي وعندي كانت بي، راجل بيسجل اهداف كتير جدا، يبقى هقول كاماتشو هي ماست بي تالنتد، مؤكد ان هو موهوب. كل ده بستخدمه في حاله الديدكشن. بس لو مركزين احنا كل الديدكشن اللي بنتكلم عليها دلوقتي ات بريزنت، في المضارع، كلها احداث انا بشوف قدامي حقائق وببدا ابني عليها الكلام. ممكن كمان يكون في some examples، بعض الأمثلة. لازم أقرأ الجملة وأعرف هو بيتكلم على طبعاً جزئية. هو وهو في الجملة لازم يجيب لي دليل، يعني هو بيساعدني في الجملة عليها.
لما يقول رامي can't come today. رامي مش قادر يجي النهاردة. He not ill. وقال لي must be can't be might have could be. وقال لي اختار. رامي مش قادر يجي النهاردة يبقى هو مريض. هل أنا عندي معلومة مؤكدة إن رامي النهاردة مريض ما جاش؟ لا. رامي النهاردة رامي is absent. رامي النهاردة غايب. ممكن يكون مريض. ممكن يكون والده هو اللي مريض. ممكن يكون لا قدر الله حصل accident في الطريق. ممكن يكون الترافيك المرور هو اللي عطله. ممكن يكون النهاردة مثلا عنده مناسبة فما حضرش. كل ديت أفكار موجودة بالنسبة لي والجملة ما حسمتهاش. يعني أنت طالما الجملة ما حسمتش الاختيار بتاعك خلاص يبقى أنت عارف إن فيها شك. وعلى طول تطلع بتجري أول ما بتشوف الشك على طول اخترت كلمة might have وتطلع من الامتحان واثق من نفسك برضو إن الإجابة might. أقولك تعالى بس تعال. رامي مش قادر يجي النهاردة لأن هو أكيد عنده تعبان ولا أكيد هو ولا احتمال هو تعبان ولا لا يمكن يكون تعبان ولا محتمل. محتمل عندي محتمل وعندي محتمل بس دي يا جماعة might have. might have هنا مش هينفع يجي بعدها الادجكتيف بالشكل ده يبقى الاجابه بتاعتي might have out. الاجابه بتاعتي could be. could be حضرتك قايل لي must و might و can't. ارجع معايا شويه كده ورا. انا قلت لو ما عندكش might والانفينيتيف ممكن تجيب may ممكن تجيب كلمه could. يبقى عندك كلمه may وعندك كلمه could بدائل مهمه جدا لكلمه might. يبقى الاجابه رامي can't come today he could be ill. والله احتمال يكون مريض. طيب ممكن اقول كمان ندز هوم ورك. الواجب بتاع ندى از بيرفكت رائع. شي باي هير فريند. must help can't help can't be help might be helped. طبعا انا بعلم الواجب بتاع ندى ولقيت الواجب بتاعها النهارده بيرفكت ما فيهوش ولا غلطه. طيب انا عارف ان ندى طالبه كويسه لكن بيبقى عندها غالبا ميستيكس في الواجب وانا بعدل لها الاخطاء بتاعتها وهي يعني قدرتها انها بتنقص على طول. فانا لما بصيت في الجمله دي ندى الواجب بتاعها رائع يبقى هي اكيد تساعد باي هير فريند بواسطه صديقتها. لا مش هي اللي هتساعد ده هي محتاجه اصلا مساعده. كانت هيلب مش موجود. كانت بي هيلب مش هينفع. كانت وفي فيرب تو بي بعدها مصدر. الاجابه الوحيده might be helped. ندى هومورك الواجب بتاعها كويس قوي اكيد بيتم مساعدتها بواسطه اصدقائها. على فكره انا ما بتكلمش على الواجب اللي اتعمل امبارح انا بتكلم عموما على الحدث اللي قدامي دلوقتي. هي اكيد بيتم مساعدتها. انا خلاص حطيت في دماغي حسابات ان البنت دي مش هي اللي بتعمل لوحدها ده هي اكيد بتتساعد. اذا دي جمله تعتبر باسيف مبني للمجهول وزي ما خدنا مع بعض في جرامر يونت 7 وجرامر يونت 8 لما اتكلمنا على الباسيف قلنا الباسيف غالبا هتلاقي جزء من فيرب تو بي ثم بعديه بي بي ثم بعديه تصريف ثالث على طول. يبقى الاجابه مايت بي هيلبد. يبقى انت مش مطالب انك تلاقي دايما مايت والمصدر. لا انت ممكن تلاقيها جمله موجوده معاك باسيف. طب ايه كمان يجوز ان الديدكشن الاستنتاج يجي كمان في الازمنه المستمره. في الازمنه المستمره يعني ممكن اقول لحضرتك أميرة can't answer the phone. أميرة مش قادرة ترد على التليفون. she
وحط فلوس طبعا. must cooks must cooked must be cooking must be cooked. أميرة مش قادرة ترد على التليفون. أنا قاعد في البيت وأميرة في المطبخ والتليفون بيرن ما بتردش على التليفون، فأنا حطيت في دماغي هي ليه مش بترد على التليفون؟ موجودة في المطبخ وواقفة جوه، دي أكيد بتطبخ. أنا عندي هنا معلومة مؤكدة بالنسبة لي، بيبقى ماست موجود. واحد يقول لي المفروض ألاقي ماست والمصدر، أقول له مفيش ماست والمصدر في الاختيارات. يقول لي ماست كوكد، اقول له ما خدناش ماست كوكد قبل كده، ما ينفعش، ده مودل فيرب، ده فعل ناقص، ما ينفعش يجي بعديه ماضي. اوت ماست بي كوكينج، لا ما شفناهاش قبل كده يا سير. طب ماست بي كوكد، ايوه خدناها ماست بي كوكد. اميره كانت انسر ذا فون، مش تقدر ترد على التليفون، هي اكيد بتطبخ. اميره هتطبخ ازاي؟ يعني هنطبخها ونحط عليها بقى كركم بقى ونحط عليها حاجات كده؟ مش هينفع. اميره هنا سبجكت، اميره هنا فاعل، هي اللي بتطبخ. خلاص يبقى الاجابه بتاعتي اوت، مش هتنفع تكون باسيف. الاجابه الوحيده اللي موجوده هي مين؟ ماست بي كوكينج، اكيد بتطبخ دلوقتي. واحد يقول لي بس انا ما اخدش الشكل ده قبل كده، يعني ايه في الاستنتاج اجيب ماست بي واي ان جي؟ ما انا استنتجت ان هي اكيد بتعمل حاجه وبتعمل حاجه دلوقتي. وهنا السؤال، اميره وهي بتطبخ، هل ده شيء بيرمننت دائم ولا ده انا بوصف حدث دلوقتي؟ حدث دلوقتي. الاحداث المؤقته دايما بنقول عليها في البريزنت كونتينوس، في المضارع المستمر. وطالما مستمر وسمعنا كلمه مستمر اكيد يبقى اي ان جي. بعد اميره ماست بي كوكينج، اكيد هي قاعده بتطبخ دلوقتي. يبقى انا مش عايز الطالب يبقى مركز بس ان ممكن الدرس ماست والمصدر، مايت والمصدر، كانت والمصدر، لا ده انت ممكن تكون ماست بي والاي ان جي كمان في حاله الاستنتاج في الازمنه المستمره. نروح للقطة الأهم بقى وهو الديدكشن ان ذا باست، الاستنتاج في الماضي. الاستنتاج في الماضي ما يفرقش كتير عن الاستنتاج في المضارع، غير انك انت اكسبرس بتعبر عن something that happened in the past. خلاص انت بتعبر عن اشياء حدثت في الماضي، وفي الحالة ديت مش هينفع نستخدم must plus infinitive خالص. بقى احنا هنا هنروح لجزء تاني اللي هو must have will be can't have will be might have will be. لو انا متاكد ان الشيء حصل يبقى must have will be، لو انا شاكك ان الشيء حصل might have will be، لو انا متاكد ان الحاجه دي ما حصلتش يبقى can't have will be. معلش يا مستر احمد عشان انا بنسى شويه، لو انا ما لقيتش might في الاختيارات ممكن يجيب لي ايه بدل could؟ ممكن يجيب could. طب ما لقيتش might وcould ممكن يجيب كلمه ماي. عندي ماي ومايت وكود. عايزين الطلبه ما تمسكش ان هي مايت بس، يا جماعه ممكن تيجي لك ماي، ممكن تيجي لك كود، مش عايزك تقلق، هو ده هو البديل. طيب امتى بس اشتغل على ماست هاف ويل بي؟ لما بكون بعمل ديدكشن اباوت سمثينج ذات هابند ان ذا باست، حاجه خلاص حصلت وانتهت. يعني احنا صحينا من النوم النهارده مثلا لقينا ذا ستريتس، الشوارع ار ويت، الشوارع كلها مبلولة. قال لي it yesterday أكيد مطرت، وقال لي must rain must be rained بالفعل مطر، must have rained، وقال لي can't have rained must have rained. طبعا هنا عندنا لقطتين وبنقول الطالب بيقع في ايه. الشوارع are wet، الشوارع بتكون مبتلة. الطالب يقول لي بس خلاص انا عرفت الاجابة، اقول له يقول لي انا عارف، ما انا هجاوب لك، اقول له طب جاوب بس بعد اذنك بهدوء. يقول لي الجمله دي present مضارع، يبقى انا خلاص انا هشتغل على must rain، يبقى انا هشتغل على must rain. اقول له تعال تعال بس، الشوارع بتكون مبتلة. الديدكشن مش هنا خالص. الديدكشن الشق التاني. انا عايزك تركز في المكان اللي فيه السبيس، المكان اللي فيه الفراغ. الشوارع بتكون مبتلة، الدنيا ايه امبارح؟ اكيد مطرت ولا لا يمكن تكون مطرت؟
اكيد اكيد طبعا اكيد مطرت. وبعدين انا قلت ستريتس الشوارع الشوارع كلها ما اتكلمتش على شارع معين ممكن يكون فيه مشكله ممكن يكون فيه بروبلم معين مع حد مثلا عربيه مغسوله او شيء ايا يعني كان الحاجات دي كلها مخالفه بس انا قلت الشوارع الشوارع كلها طبعا حد قاعد بيعمل جو الصبح يعني يبقى الاجابه بتاعتنا هتكون ماست هاف رين الشوارع بتكون مبلوله يبقى اكيد الدنيا مطرت بالامس ده اسمه ديدكشن ان ذا باست استنتاج في زمن الماضي جاب لي جمله وقال ماي فادر forgot his keys احسن والدي نسى المفاتيح بتاعته يبقى he not driving his car to work وقال لي في الامتحان must have can't have must be can't be My father, والدي forgot his keys. والدي نسى المفاتيح بتاعته. يبقى هو ايه driving past participle تصريف ثالث عربيته للعمل. اكيد والدي قاد السيارة للعمل ولا احتمال ولا لا يمكن. مبدئيا انا ما عنديش احتمالات في الاختيارات. تمام؟ مبدئيا الجملة بتاعتي زمانها past ماضي والاستنتاج ماضي. وهنا كلنا شايفين الباست participle التصريف الثالث. والدي ما خدش نسى المفاتيح انا اهو والدي نسى المفاتيح انا شايف المفاتيح موجوده على الترابيزه يبقى اكيد قاد السياره ولا لا يمكن لا يمكن, لا يمكن. يبقى والدي اصلا ما راحش الشغل بتاعه يبقى كانت هاف درايف ان هيز كار لا يمكن يكون قاد السياره او ممكن يكون واحد زميله عدى عليه واخده وراحوا الاثنين ميبي ربما لكن هنا الجمله بتاعتي مؤكد الراجل المفاتيح موجوده العربيه مش هتمشي من غير مفاتيح يبقى الاجابه كانت هاف طب ليه حضرتك ما خدتش كلمه كانت بي لو انا اخدت كانت بي والبي بي والتصريف الثالث بقى هنا بي وتصريف ثالث يبقى باسيف والدي لم يقاد الى العمل لا طبعا خلص دي الاجابه بتاعتي هتكون كانت هاف والبي بي ناكد تاني انا لما كنت بستخدم ماست بلس انفينيتيف ده كان مضارع لما كنت بستخدم مايت وكانت والمصدر كان مضارع دلوقتي لما بشتغل على الباست على الماضي بجيب ماست هاف والبي بي بجيب مايت هاف والبي بي بجيب كانت هاف والبي بي ما عنديش حاجه في الاستنتاج اسمها mustn't have will be be ناكد تاني ما عنديش في الاستنتاج mustn't have will be be ناخد كمان example كده بسيط على الديدكشن على الاستنتاج لما يقول لم ي كسر الأذان كمان not her room I am not sure وقال لي must tidied must has maybe tidied might have tidied might has tidied لم يأي her room I'm not sure أنا لست متأكدا طبعا واضح إن الجملة فيها I'm not sure في هنا عدم تأكد طالما عدم تأكد أنت out وأنت out ما أنتش معايا إجابتي might have tidied و might has tidied عارفين الطالب المتسرع دايما بيختار إيه دايما بيحاول يثبت لم يأي إن هي مفرد فراح يثبت لنفسه إن هو يعني مميز أوي فيقول لي إيه لم يأي لم يأي مفرد مش عايزه يعني فن الاجابه هتكون might has tidied يا ابني تعالى بس هفهمك حاجه تعالى افهمك بهدوء انت اخترت لمياء اخترت معاها هذا عشان لمياء مفرد لكن ما تعرفش ان ده من المودلز من الافعال الناقصه will would can could may might must should be followed by infinitive لازم يجي بعدهم المصدر والمصدر عندك هو كلمه have مش كلمه has يبقى الاجابه دي بره والاجابه بتاعتي might have tidied اوعى تستخدم بعد must might وكانت has ابدا احنا محتاجين infinitive محتاجين فعل في المصدر يبقى الاجابه بتاعتي might have tidied عندي سؤال مهم جدا في الديدكشن في الاستنتاج وطلبه كتير ممكن تقع فيه لما يجي يقول I taken a taxi
but I walked to school. وقال لي must have, may have, can't have, نخليها can't has ونخليها could have. وقال لي اختار. سؤال مهم جدا 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 نركز فيه. أنا إيه تيك أنا تاكسي؟ أنا إيه أخد تاكسي؟ ولكن I walked to school أنا مشيت للمدرسة. واضح أوي من معنى الجملة إن أنا كان ممكن أخد تاكسي ولكن I preferred to do something else. أنا فضلت إن أنا أعمل شيء تاني. لما باجي أتكلم على حاجة كان بإمكاني إن أنا أعملها ولكن إن أنا فضلت إن أنا أعمل شيء تاني ما بلجأش للإستنتاج العادي اللي هو must have و can't have و might have. بلجأ ل could have plus ال BB. التركيبة دي بستخدمها للتعبير عن شيء كان عندي الابيليتي كان عندي القدرة كان عندي البوتنشال ان انا اعمل الشيء ده بس انا preferred to do something else. I could have watched a film. انا كان ممكن اتفرج على الفيلم but I slept بس انا نمت. I could have gone to the theater. كان ممكن اروح المسرح but I went to the cinema. I could have watched the match in the, at the stadium. كان ممكن اروح اتفرج على المباراة في الاستاد but I watched it on TV بس انا اتفرجت عليها في البيت. حاجة كان بامكانك تعملها ولكن عملت حاجة تانية واللقطة المحورية هنا هي في كلمة but. but هنا من اللقطات البسيطة اللي ممكن تفيدك في الجملة يبقى I could have taken a taxi. نيجي للجملة اللي بعد كده الريجريت للتعبير عن الندم والبليمنج التوبيخ ازاي تلوم على الشخص اللي قدامك ازاي تقول له كان لازم تعمل ده وده نوع تاني خالص مختلف عن اللي بنتكلم فيه في الديدكشن وهو استخداماتي لكلمة should. بس لازم ننوه بشكل بسيط الأول عن استخداماتنا لكلمة should الطبيعية. كلنا عارفين كلمة should اللي بتساوي ought to. هستأذن حضرتك يا مستر. تمام. نبتدي ديت فاصل صغير. ناخد فاصل عشان. فاصل صغير ونرجع لكم على طول. اوعى تروحوا في أي مكان. مستنيينكم. ورجعنا لكم تاني ومستر محمد منصور. تفضل يا مستر. ورجعنا مع بعض تاني للجزء الاخير في حلقه النهارده وهو ازاي استخدم كلمه شد في حاله البليمنج في حاله اللوم في حاله التوبيخ وفي حاله كمان ان انا بتكلم على شيء كان مفترض ان انا اعمله ولكني ما عملتوش. هنوه بشكل بسيط كده على كلمه شد واوتو استخداماتهم الطبيعيه. احنا بنستخدم في الطبيعي should ought to give advice عشان ادي نصيحه. You should sleep early. You should help your brothers. You should help your friends. بستخدمها في حاله الادفايس الطبيعيه. لما اقول لحضرتك it's important شيء مهم انك تعمله it's advisable من المنصوح به ان you should wash your hands يجب ان تغسل ايديك في حاله النصيحه العاديه اللي هي كانت بتساوي if I were you I would لو انا كنت مكانك. في الحاله دي بستخدم فيها كلمه should اللي هي بتساوي كلمة if I were in your shoes. طبعا هي مش معناها لو انا كنت if you in your shoes في الحذاء بتاعك لا هي برضو معنى مجازي لو انا كنت مكانك. بستخدم كلمة should دايما في النصيحة والنفي بتاع كلمة should طول عمرنا عارفين ان هو كلمة shouldn't بستخدمه في النصيحة يجب او لا يجب. بس ده طبعا ملوش علاقة خالص بموضوعنا النهاردة اللي هو الخاص بعملية البليمنج عملية اللوم وعملية التوبيخ. لما اجي اقول علي didn't succeed علي لم ينجح وقال لي he studied hard وقال لي must have
can to be, should have, shouldn't have. علي لم ينجح. اولا احنا بنتكلم in the past في الماضي. علي ما نجحش. يبقى هو ايه بخصوص المذاكره؟ هو اكيد ذاكر كويس ولا احتمال ولا لا يمكن؟ لا ما ذاكرش اصلا. لا يمكن يكون ما ذاكرش الراجل ما نجحش فيه، يبقى لا يمكن. فالاجابه هتكون كلمه كانت بي. اقول لك تعالى ترجمت، حضرتك ترجمت اللي احنا اتفقنا عليه. مبدئيا انت بمجرد ما بتشوف بي وتشوف بعدها باست خلاص ده اصبح باسيف. علي لم ينجح، يبقى هو مستحيل ان يكون ذكر. مش هتيجي كلمه ستادي، مش هتنفع تبقى باسيف اصلا. يبقى الاجابه دي بالشكل ده غلط. يبقى الاجابه عندي ماست هاف وشود هاف وشودنت هاف. علي ما نجحش، يبقى هو اكيد ذاكر. لا استبعدت كلمه ماست هاف. اذا انا رحت لنوع جديد من انواع الديدكشن خارج الثلاثه المالوفين الفاميليار اللي احنا عارفينهم اللي هو ماست وكان تو مايت. لقيت المره دي عندي شود هاف وعندي شودنت هاف. علي لم ينجح، يبقى هو اكيد ذاكر. لا خلاص، ولا هو كان يجب ان يذاكر ولا لم يكن يجب ان يذاكر. هنا انا بلوم بقى عليه، انت ليه ما ذاكرتش؟ كان لازم تذاكر دروسك. في الحاله دي اقول he should have studied hard. استخدمت should have وال بي بي اللي كنا بناخدها في الاول، كانت should والمصدر ought والمصدر، ده كانت حاله الادفايس بتاعتنا الطبيعيه. لكن اللي احنا هنشتغل عليه should have plus ال بي بي او shouldn't have بلس البي بي في حالة اللوم وفي حالة التوبيخ. بتكلم في دي شود هاف والبي بي، كان لازم تذاكر، كان لازم تعمل اللي عليك. برضو جملة تانية، نورا جت باد ماركس، نورا جابت درجات سيئة. شي ويستد هير تايم. وقال لي must has can't have وقال لي might has وقال لي shouldn't have. وهنا نختار، بقول نورا حصلت على درجات سيئه في الامتحان، يبقى هي ايه ضيعت وقتها؟ مبدئيا في wasted ده past participle. مبدئيا في حاجات كده تتعب النظر واحنا قاعدين بنحل. في حاجه تتعبني قوي، ماست هاز دي ازاي هتختار ماست هاز؟ مش هينفع ماست هاز دي. مايت هاز دي مش هينفع، مش هينفع. فالاجابه عندي كانت هاف وعندي شودنت هاف. نورا جابت درجات سيئه، لا يمكن تكون ضيعت وقتها. لا طبعا، امال جابت درجات سيئه ازاي؟ برضو اوت بالنسبه لي. فالاجابه بتاعتي شي شودنت هاف ويستد هير تايم، ما كانش لازم تضيع وقتها. انا هنا بلوم عليها، انا هنا بوبخها، بقول ما كانش لازم تعملي كده. نختم مع الطلبه، نختم مع الطلبه بتوعنا. انا هنا دلوقتي خلاص نهيت بشود هاف وشودنت هاف. نقول تاني ملخص سريع للدرس بتاعنا في دقيقه واحده. الدرس بتاعنا كان اسمه ديدكشن، بتكلم عن الاستنتاج، تقسمه لتو بارتس، لجزئين وجزء صغير في الاخر. الجزء الاولاني ان انا بستخدم ماست وكانت ومايت. ماست لو انا ام شور، ام سيرتين، سيرتينلي، ديفينيتلي، انا متاكد من حاجه وبيجيب لي معلومه 100% انا متاكد منها في الجمله، بجيب كلمه ماست. لو انا شاكك في الحاجه بقول كلمه مايت، ولو ما عنديش مايت ممكن اجيب ماي واجيب كود. اما في حاله ان انا ببقى متاكد 100% برضو ان الحاجه دي لا، يبقى كانت. وناكد كمان على معلومه، مفيش مصنت في الديدكشن في الاستنتاج. لو بتكلم على ديدكشن ان ذا باست، متاكد ان الحاجه حصلت في الماضي، ماست هاف وتصريف ثالث. لما اقول ام شور، انا متاكد ان اور ستودنتس، ان الطلبه بتوعنا ماست هاف اندرستود توداي. بعتذر ان هقطع عن الحوار، واللي ما لحقش يا شباب يتابعنا على اليوتيوب وصفحه مدرس على الهوا، ونرجو ان نكون وفقنا في هذه الحلقه. وشكرا مستر محمد، شكرا مستر احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.